أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أعلن البنك المركزي أن استضافت البرنامج التدريبي بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثرهما على البنوك المركزية، ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي. هذا وأوضح البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي يأتي في ظل استمرار الدور الرائد للبنك المركزي في تحقيق التكامل المصرفي ما بين البنوك المركزية الإفريقية، وقد شارك في البرنامج التدريبي ما يقرب من 35 مشاركا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات تجاوزت ما يقرب من 2.3 مليار جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.273 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بما نسبته 1.1% ليغلق عند مستوى 18818 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 46% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 29% ليغلق هو الآخر عند مستوى 5585 نقطة. في أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للوقود في العالم. أما في ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار أدليا، وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 42% لتصل وتسجل ما قيمته 85 دولار و85 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 59% ليصل إلى 81 دولار و64 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 3.13 دولار للتر. هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 94% لتسجل ما قيمته 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في المغرب توقعت الفيدرالية الوطنية للتجار الحبوب زيادة واردات القمح إلى 5 ملايين طن في الموسم الحالي، وذلك بسبب الجفاف الحاصل في البلاد. أضافت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب أن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد ما قيمته 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.5 مليون طن أخرى في نهاية يونيو من العام القادم 2024. أضافت الفيدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب أن مخزونات القمح تكفي 5 أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي للبلاد بدءا من أواخر أغسطس، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعد نتائج إيجابية من قطاع التأمين، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة. ارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.1% بعد أن صعد بنحو 1% في الجلستين السابقتين. هذا وصعد مؤشر التأمين الأوروبي بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 0.4% مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو 1%، وزاد المؤشر داكس الألماني بنسبة 2.2% قبيل إعلان بيانات التضخم لأشهر ولشهر أغسطس في وقت لاحق من اليوم.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة من التلفزيون المصري.